برين تايم مواصلة معكم حتى للتسعة، مواصلين معكم تداعيات هذا الملف والفاجعة اللي هزت أركان الدولة. الحقيقة كان كل المقاييس للأسف، إن شاء الله هي نقطة انطلاق جديدة باش نحاولوا نصلحوا هذا القطاع اللي تونس الكل يهمنا، اللي كان يوما ما فخر لتونس في المنطقة وفي العالم. على كل الملف هذايا فما عائلات فما ضحايا، ولكن ساعات ما نفهموش هل هنالك قانون اللي هو ينجم ياخو حق عائلات الضحايا ولا لا؟ كيفاش تنجم تكون كيفاش ينجموا يتوجهوا، معناها وين يمشيوا يتوجهوا، يمشيوا يعملوا نوع القضايا، شنو نوع القضايا اللي نجم يقدموها؟ على كل احنا حابين نطرحوا هذا الموضوع مع رئيس اتحاد القضاة الاداريين سي وليد الهلالي اللي معنا في المباشر. صباح النور، شحوالك سي وليد؟ صباح النور، شكرا على الاستضافه وتحيه ليك ولكافة المستمعين. ربي فضلك، فما اقرار بخطا، هذايا الكل يقر بهذا، معناها من كل الصورات تقر بانه خطا. اون اتوندون نشوفوا التحقيقات، شنو اللي لازم كيفاش تابع ساعه كيفاش نجم تابعوها على مستوى الإداري؟ هل المواطنين مثلا يقدموا بقضية للمحكمة الإدارية؟ وكيف تتابع المحكمة الإدارية هذا الملف ساعة؟ شكرا. شوف كما قلت سيادتك، حتى البارح سيد الوزير بالنيابة أقرت المسؤولية متاع الدولة في الموضوع اللي صار في المستشفى. احنا نعبروا عليه في القضاء الإداري بانخرام خطير في سير المرفق العمومي الاستشفائي. يعني هنا المرفق العام الاستشفائي صار فيه خلل كبير في التسيير، مما ادى الى وفاه هؤلاء الرضا الله يرحمهم وصبر عائلتهم. دونك بصرف النظر على التتبعات الجزائيه اللي باش تثار ولا التي تمت اثارتها من طرف النيابه العموميه، وبصرف النظر على التتبعات التاديبيه اللي الوزاره يمكن انها تسلطها على الاعوان الموجودين في السبيطار ولا المتدخلين الناس الكل في الموضوع هذا. فمن حق العائلات نتاع الرضع هذه انه تتوجه الى المحكمه الاداريه في تونس، الدوائر الابتدائيه، ترفع قضايا في اطار مسؤوليه المستشفى هذه. تعرفوا انه ما حصل يندرج في اطار المسؤوليه الاستشفائيه، باعتبار انه المستشفى هذا مستشفى عمومي. وطالما هو مستشفى عمومي فكل الاضرار التي تنتج خلال سير المرفق للمرضى فهو من انظار القضاء الاداري نتاع اختصاص اليوم، وما قضاء العدل القضاء الاداري. المساله هذه من اختصاص القضاء الاداري، وبالتالي يحق لعائله الرضع، وهو الهدف من التدوير نتاعي. حبيت ننور الناس هذوما ونسير عليهم، معناها نيسروا عليهم سبل التقاضي ونوجههم معناها نوعا ما في مساهمه منا على القليله في الموضوع هذا. دونك ومشكورين زاد الساده المحامين اللي طوعوا باش ينوبوهم يتقدموا بالقضايا نتاعهم، كل عائله قضيه على حده، مش كلهم فرق قضيه واحده. مش قضيه جماعيه، مش صحيح، مش من ناحيه اجرائيه، من ناحيه اجرائيه ترفضوا اذا كان كلهم يجي في قضيه واحده. دونك كل قضيه عائله وحدها وطلبتها معناها وحدها، يصبوا التعويضات الماديه والمعنويه اللي من شانها انها تخفف الالم والحزن على الشيء اللي صار لهم. دونك حقهم يبقى دائما محفوظ، يتوجهوا للمحكمه الاداريه، والمحكمه الاداريه باش تتحقق في هذا الموضوع، وستتثبت من مدى مسؤولية معناها المستشفى هذايا ومدى حسن سير وتسير المرفق العام هذايا. اليوم فما كما قلت إقرار من طرف السلطة أن هناك مسؤولية، لكن المحكمة الإدارية في كل حالات هي واجبها ودورها أنها باش تثبت في الشيء هذايا، وفي حال ثبوت هذا التقصير فانه سيتم التعويض لهذه العائلات. سيد رئيس انا باش نسال على حاجه حابين نسال، ممكن تو برشا في الراي العام ما يعرفوش، لانه على ما يبدو ان القانون اللي ينظم حكايه الاخطاء الطبيه والتعويض وغيره مازال اليوم ما هوش واضح للاسف. اليوم مثلا العائله اللي تخسر من ناحيه العائله مثلا والحاج الجندي هو التمويل مثلا هو 75 مليون فما برهان ولا نجم نعرف قيمه التعويض ولا خاصة هو لنا أكثر حاجة هي التعويض عن الضرر المعنوي لحقهم، والضرر المعنوي لا يقدر معناها بكيفية موضوعية، هو يخضع لاجتهاد القضاة اللي باش تحكم في ملف، وبالتالي لا يمكن أن نسبق الأمور. لكن احنا عندنا يعني فقه قضاء مستقر منذ عقود في الماده الاستشفائيه، في ماده المسؤوليه الاستشفائيه، وما هيش اول قضيه معناها باش تعرض علينا، تعرض علينا الاف القضايا السابقه،
وعن فقط هذا مستقر والتعويض معناها يقدروه السادة القضاة ومنحبش معناها نقول قديش خاطر ما نجموش نعرفه. واضح، شكرا لك، بارك الله فيك سي وليد الهليلي رئيس اتحاد القضاة الإداريين، وشكرا مرة أخرى على تدخلك معنا وعلى تفاعلكم مع هذا الملف، وربي جرع أصلاح. شكرا إلى كل المحامين وإلى كل منظمات المجتمع المدني اللي وقفت وقفة رجل واحد، وإن شاء الله اللي نتمناه وأنه ما لازماش تقف في النقطة هذه، لازم تكون نقطة انطلاق إصلاح المنظومة الصحية في بلادنا. الخطر كبير، ومافيات الدواء ومافيات اللي هو اللي تنخر في الصحة كبيرة برشا وفعلة ونافذة وقاعدين نراو فيها، فربي جرها على السلاح. على كل احنا باش نتابعوا معاك سارة بعد شوية، شوفوا حوالي